كنحتاج وكنحتاج على المعامله ديالكم، وعلى قله العفه، وعلى قله السيرفيس، وعلى الكذوب ديالكم. انا سيدي مشيت البارح مع 10 الصباح، كان عندي البوم مع الوحده، سمعوني كنقول لها غير يدي. مشيت من 6 الصباح مع الوالد، ركبت من الرباط في الطوموبيل مع 6 الصباح، وصلت للمطار ديال محمد الخامس مع 10، داز كان صايب لي بيه، قال لك ما تقيوش ليا، ما تهضرش معايا، كنحتاج، من حتى كنحتاج، يلا شرب الماء، أنا كنحتاج زيدني كاس آخر، أنا وصلت لبعد المطار البارح مع 10 الصباح. قال لك انا سيدي ما لقاوش لنا لي بيبي، ماشي مشكله، لا قلت راه معانا لي بيبي، كاينه انا، كاينه اختي الحال من جوا، الحال من بشرى، ودو بيبي يارا وبحسون وسويسري، عندهم. قال لك سيدي ما لقاوش لنا لي بيبي، سيروا لاجونس، مشينا لاجونس، ديبلاسينا لاجونس اللي في محمد الخامس المطار، قلبوا امبريماو لنا، قالنا لا. هاد السيدة اللي صيفطاتكم عندها في عندنا غير كتسلى عليكم، راه هي بيبي ديالكم موجود، غير سيرو رجعو، امبريماو لنا الورقة، مشيت عندهم، سيدي راه لي بيبي راه كاينين، علاش نتوما ما طلعوش ليكم؟ عاودوا طاطاطا، جابوا واحد ريسبونسابل، قالت كاع انا الشابة، صافي لالا غير تخونكي الله يرضي عليك، والوقت كيمشي من 10 وحنا تما، صافي غير بردي ما كاين حتى شي مشكل. راه الوقت دابا قال لا راه الوقت كيضيعوا لي بيبي ديالي ناعسين في الارض وما فاطرينش وانا مكرفصه واختي مكرفصه واحد الحاله والشيفور غادي بيه مسكين بقى تما كيتعاونوا في الباكاج ما كاين حتى مشكل. رجعنا ما تريطاوش المشكل، شداتني واحد الحكره وهي كانت حكرت مع عندي ما ندير ليه، قالت لك واش مالك كيما دير ليا رويا ال ماروك، كنتي كتبكي رويا ال ماروك، علاش مالك كيما ديري ليا؟ كتحلي معايا المشكل. قالت لك نو انا كاين عندي حتى حاجه البيبي ديالك ما طالعش. عاودنا رجعنا لاجونس، قالت لا 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 حنا ما عندنا ما نديرو، حنا غير كنبيعو. كيفاش نتوما كتبيعوا وانا باقي ليا 50 دقيقة على البول ديالي؟ صافي بقيت كنحتاج تما تنغوت، طلعت ليها فهاد الدور، قلت ليها دابا تحلي معايا المشكل، انا ما بقاش غادا وراجعة. جاو دخلوا البوليس، مشينا عند البوليس، داروا ليا راب، قلت لهم عافاكم انا كندعي هاد الشركة هادي، كندعي وهي الاير ماروك، باسكو ضيعت ليا وقتي، وانا مسافرة وعندي لي بيبي، حتى شي واحد ما رحمني، ولادي جايين بلا فطور، انا بلا فطور، بقيت من 10 الصباح وانا في المطار حتى 8 الليل، ما تحلش المشكل، دخلوا البوليس. درت رابول ديالي تما كي جاو البوليس، قال لي ما كاين حتى شي مشكل، عيطوا على داك السيد اللي امبريما ليا الورقه، عيطوا على السيده اللي دارت الريجيسترومون ديال الباركومون، عيطوا على الاخرى حتى هي، هما الاولين سبقوهم. انا المشكله اللي عندي الضحيه وعندي 4 ديال الدراري والفول ديالي ترابط، بقيت في الكوميساريه مربوطه بحال شي حباسه، جالسه بشويه ولادي بلا فطور بلا غدا، قرعه الماء ما كايناش باش نورغانيزي لهم غير فطور، ما كاين والو، بخاف سبقوا هذيك السيده اللي جالسه اللي ضحكات عليا وما دارتش خدمتكم الفو، سبقوها هي الاولى دارت الكلمات ديالها، بقينا حنايا ابدا معايا الرابور ديالي حتى قول لي من 5 ولا ما نعرف، مو بقيت تما كنعانوا الدراري في الكوميساريه بلا فطور بلا غدا بلا حتى شي حاجه. سالو مع السيده اللي دارت الغومب هذا، خرجت عاد دار لي الرابور ديالي، قال لي ماشي مشكل، جابوا هذاك السيد اللي كان في لاجونس رويال اير ماروك، قال لي شنو المشكل عندك انت؟ انت ميت لي لي بي ديالي وانا مشيت في الوقت ديالي، علاش ما علاش دابا انا ما طيارتي ما ركبتش فيها؟ قال لك انا ماشي الخطا ديالي، الخطا ديال هذيك اللي دارت لي موجود في الباكاج، قلت لها لا خير هما خطاوها، والخطا ديال هذوك اللي في الرباط شراو لك البي ما داروش البي ان نيميرو ان كود، انا شنو ذنبي؟ الى الناس اللي في رويال اير مارو ما كيديروش خدمتهم، انا شنو ذنبي؟ نعرف الى لاجونس هاد لاجونس اللي انا دابا فيها اللي في الرباط الى ما دارتش خدمتكم انا شنو ذنبي؟ ولا لاجونس رويال اير مارو اللي في الوطن محمد الخامس ما دارتش خدمتها، انا مواطنه مخلصه وقطع البي ديالي وكليون ديال رويال دوبوي بلاندو، اشنو ذنبي انا لهاد الناس اللي كيمدوا خطوط الملكيه المغربيه ما كيديروش خدمتهم؟ انا مواطنه نبيع، قالت ماشي مشكل غادي نكتبوا لا لا دابا غير غير سخون، كي جا الطبيب في المطار دق لي البرد ديال الاعصاب وارتاحي شويه في المطار، وقالوا لي جا واحد السيد اللي هو تيمثل رويال اير ماروك اللي داير بحال هذا السيد هذا، حتى هو لابس الكسوة، قال لي انا غادي نكتب ايميل وغادي تمشي غدا في الصباح، انا غادي نصيفط لهم دابا ايميل با ايميل من لاجونس رويال اير ماروك اللي في اللي في كازا، غادي نكتبها لهم للرباط، وغدا في الصباح غادي تمشي للرباط وغادي تلقاي مسائل ديالكم كومي فو، ما غادي تخلصي لا بيناليتي لا حتى شي حاجه، غادي تاخدي غير البي ديالك وغادي تمشي في لوفون ديالو ديمونش با بروبليم. قلت متاكده سيدي هادشي اللي قال لي اه،
انا راه درت مع ريسبونسابل الي اوكان بروبليم دابا سمحي لنا لالا غطيتي الفول ولكن دوبوي غدا في الصباح غادي تمشي لاجونس روايه امارات لي فربان وغتلقاي المسائل ديالك كوم الفو انا صدقت بيان سور باسكو عايشه في لاسويس واللي كيقول لي الشكل ما كنصدقها بالفعل صدقت انا كنت بحالاتي جيت ناس عند ماما الصباح مع 11 كنت انا في هاد لاجونس هادي كنهضر مع السيده هضرنا قالت لي لا ما جاني حتى شي ايميل ما كنشوف حتى شي حاجه البي ديالك مقطع بار انترنيت وديال المرأة ديالي مقطع من لاجونس ديال ماستر بار انترنيت قالت لي حنا هنا با لو دغوا خصنا نعيطو سونتر دابيل عيطنا سونتر دابيل قال لينا تيعاودوا لي الكذوب كنت ما كتمثلوا ويا الامارات دوز معاها 10 صور جيت عندها مع 11 الوحده دابا الجوج انا بلا غدا خليت لي بيبي ديالي غير عند ماما جلس نورمالمون ملي جيت نبغيت هذا قالت خاصك ضروري تخلصي شحال انا لا نخلص قالت 3000 درهم علاش 3000 درهم علاش انا انا في البيناليتي بعدا انا جي با لاطي لوفون ديالي انا كنت مع 10 علاش غندخل في البيناليتي هما خصهم يعطوني تعويضات ماشي انا نزيد نخلص قالت بيناليتي ما كاينش بيناليتي ديال سيكو انا كنعرف بعدا البيناليتي تعال من هادي فان كنعرف البيناليتي ديال 50 اورو كنعرف ماكسيموم 100 اورو هما دابا هي ما تيقولوش الصراحه جاتك لا تخلصي 3700 درهم علاش 3700 درهم وبلا ما يكون عندي الفول الفول كيدير باغ انترنت 2000 درهم بالفول ديالي والخطاعات اللي داروا هما من البارح قالت مازال خصنا نخلص 3700 درهم قلت ما كاين حتى مشكله انا نخلص 3700 درهم ونشري الراحه ديالي ونخلي الدعوه ديالي غدا في المحكمه اورغانيزيت مشيت للطوموبيل ديالي باش نجيب لها كارت بونكير باش نخلص ندوز فينا البيمو لقيت السيده اللي خدمت معايا ثلاثه السوايع ما كايناش فين هي سيدي السيده جيت باش نخلص 3700 درهم ونشري الراحه ديالي ونمشي بحالاتي لبلادي اللي كنقول انا دوك الناس لا يجازيهم بخير هذوك هما المسلمين ديال الصحة هما هاد الناس اللي هنايا ما عندهم لا إسلام ولا معاملة ولا إحسان وعند كيوتيليزيو الناس كأنهم كأننا حنا ديزانيمو ولا حيوانات ولا ما كنسواو حتى شي حاجة ولا ما عندنا حقوق في هاد البلاد حنا كنجيو كنفرحوا بلادنا ونقولوا نديروا مشاريع في هاد البلاد ونهزوا بها ونجيبوا الدوبيس ونخدموا بلادنا ساعات البلاد ما فيها حق ما فيها إنسانية ما فيها حتى شي حاجة داخل المنافقين اللي كيفتوا وكيمتزوا بنادم وكيلعبوا عليه ماشي كيعطيو هذا الحق ديالو وقلت له اوكي انا مشيت خدام 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 انا مشيت